الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. العراق والسعودية يؤكدان على استمرار وتعزيز التعاون الإيجابي. مكتب الصدر يحذر من التجمع والتظاهر في الحنانة. 11 وزيراً يباشرون مهام عملهم رسمياً اليوم في حكومة السودان. بعد تسلمه مهامه، وزير العدل يشدد على استرداد الأموال المنهوبة. الحسناوي يصدر توجيهات لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات. القبض على 145 أجنبياً مخالفاً في الباب الشرقي ومناطق أخرى. وفي الأخبار الدولية، ارتفاع عدد ضحايا حادثة التدافع في سيئول إلى 151 قتيلاً. سلطات الخرطوم تغلق عدداً من القصور بالحواجز الإسمنتية تحسباً لتظاهرات حاشدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.